هذا وقد اتصلنا في وقت سابق من نهار اليوم بالسيد روبرت تاشيما المحلل الاقتصادي الدولي والمدير الإقليمي بمجموعة أوكسفورد للاستشارات، والذي يتحدث لأول مرة لفضائية جزائرية وعربية. المحلل علق على وضعية السوق النفطية ومستويات الأسعار خلال النصف الأول من العام الحالي قائلا: أعتقد أن هنالك شيء واضح، استراتيجية أوبك التي تقودها السعودية والمنتجين الخليجيين الكبار كالكويت والإمارات المتحدة جاءت بنتيجة فعالة عن طريق رفع الإنتاج الذي وإن خفض الأسعار إلا أنه ضغط على منتجي النفط الصخري ودفعهم لخفض إنتاجهم. الخوف من انحصار الحصة السوقية هي شغل شاغل أوبك بالنظر إلى تزايد إنتاج النفط والغاز ليس فقط من أمريكا ولكن أيضا من البرازيل وكندا وروسيا. لهذا قررت أوبك على عجل أن تحافظ على ضخ النفط بنفس المستويات ليكون السعر ورقة رابحة لها. أوبك تغرق السوق ب 30 مليون برميل يوميا لتحصل على سعر 62 إلى 63 دولارا للبرميل، وهذا غير كافي ويحطم آمال منتجي النفط الصخري ولكن أيضا صغار المنتجين في أفريقيا وفي أوبك نفسها كالجزائر، نيجيريا، فنزويلا. الاستراتيجية إذن فعالة الآن لكنها لا غير مستدامة لصغار المنتجين. وحدهم المنتجون الكبار من يصمدون كالسعودية بفضل متاحاتها المالية الضخمة. استراتيجية أوبك في الحفاظ على نفس مستوى الإنتاج كانت محور مداخلة نفس الخبير الذي اعتبرها فعالة لكن في الأمد القصير فقط، فلنستمع. الاستراتيجية تعمل الآن كما قلت، إنها تخفض السعر وتضغط على حصة الولايات المتحدة من سوق النفط. عدد حفارات النفط الأمريكية في تراجع يقترب من 40 إلى 50% منذ نوفمبر الماضي، وهو مستوى أدنى منذ 5 سنوات. مستوى الإنتاج الأمريكي ضعف الشهر الماضي وسيستمر. الشركات النفطية أيضا ستتأثر خصوصا في أسعار أسهمها، لكن هذه اللعبة تصلح على الأمد القصير فقط. ودعني أقول لك لماذا. أولا، مع مرور الوقت أوبك تفقد سيطرتها على خفض الأسعار لأن إنتاجها الحالي يكاد يلامس أكبر قدرة إنتاجية لها، بمعنى أن تأثير أوبك محدود في المستقبل. ثانيا، النفط الصخري سريع الاستغلال ودورة حياته قصيرة، فدخوله إلى السوق سهل وهناك احتمالات لإضافة 500 ألف برميل يوميا في أمريكا بنهاية العام. ولا تنسى إيران التي وإن رفعت العقوبات عنها فإنها ستحقق طفرة إنتاجية بمليون برميل أو أكثر بنهاية السنة المقبلة. السؤال الصحيح هو كم من الزمن ستصمد أوبك وكيف ستواجه أصوات من داخلها مثل الجزائر، نيجيريا وفنزويلا. وحول انقسام المنظمة بين منتجيها الكبار والصغار سألنا روبرت تاشيما قائلين: كيف ستؤثر سياسات أوبك على منتجين من خارج المنظمة وعلى أعضائها؟ فكان الجواب كالتالي: أنا أشكرك لأنك تثير أهم نقطة في حملة الأسعار المتدنية بقيادة السعودية ودول الخليج. هذه السياسة تعري الخلافات داخل المنظمة بطبيعة الحال. لاحظ معي أنه في السنوات الماضية انخفض إنتاج أوبك لأقل من 50% من الإنتاج العالمي الكلي بفضل إنتاج الولايات المتحدة وكندا والبرازيل وروسيا، لكن لا تنسى إضافات منتجين صغار آخرين ودورهم في أفريقيا مثلا غانا ب 120 ألف برميل يوميا. الصغار بدأوا يؤثرون أيضا، والتعقيب جاري في دول غير منتجة من قبل كأوغندا، ككينيا، كالموزمبيق. وأوبك ستكون شاهدة على المزيد من تقلص حصصها في السوق.